بالعودة مشاهدينا إلى زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، تنضم إلينا هاتفيا داليا عبد الرحيم رئيس تحرير موقع وجريدة البوابة نيوز. أهلا بك سيدة داليا إلى شاشة أكسترا نيوز. بداية حدثينا عن متابعتك لوسائل الإعلام والمتابعة الألمانية بشكل عام لزيارة الرئيس السيسي ومخرجات هذه الزيارة. في البداية أهلا بيكي وأهلا بكل المشاهدين. طبعا يعني إحنا بنتابع زيارة مهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، فانطلقت النهاردة أعمال حوار بيتسبيرج للمناخ واللي بتنظمه ألمانيا ومصر في برلين بمشاركة طبعا 40 دولة لبحث عدد من الملفات وأهمها كيفية المضي قدما في مكافحة التغيير المناخي وكذلك مشاكل امدادات الطاقه ونقص الغذاء. بالطبع كان اهم الحديث النهارده عن الزياره حول قضيه نقص الغذاء وانها قضيه وجوديه، احنا كلنا عالم واحد وبنعيش ازمه حقيقيه فجرتها الحرب الروسيه الاوكرانيه وهي اشبه نقص الغذاء واللي بتؤثر عليها بالطبع فكره التغيرات المناخيه اللي بتاثر على الانتاج وبتؤثر على الزراعه وبتؤثر على انتاجيه الغذاء في العالم. وبما اننا بنعيش في عالم واحد وكلنا نتاثر بفكره تغير المناخ وفكره الغذاء او نقص الغذاء في العالم، فمصر طبعا دوله محوريه ودوله بتضع كل قضايا العالم اللي بتؤثر عليها. مصر ليست دولة فقط تهتم بقضايا الشرق الأوسط ولكنها أيضا في الإقليم ككل وفي العالم ككل بتهتم، ومن أحد أهم القضايا اللي اهتمت بها مصر في الفترة الأخيرة هي فكرة قضية المناخ، واللي مصر بتنظم المنتدى اللي هيكون إن شاء الله في نوفمبر القادم كوب 27 واللي بتنظمه مصر وألمانيا سويا. فقضية مهمة جدا بتطرحها ألمانيا ومصر، ومصر رئيس السيسي كان له تصريحات هامة جدا حول هذا الموضوع وتحدث على أنها بتهدد وجود العالم كله، وأنه كمان ذكر أنه ألمانيا بتلعب دور مهم جدا في مواجهة تغيرات المناخ، وأنه مصر بتنفذ خططا واسعة لزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، وأنه مصر بتساهم طول الوقت إحنا بنحاول انه احنا نعتمد في البيئه الجديده على مصادر للطاقه متجدده ومصادر صحيح. طيب سيده داليا، يعني من متابعتك لاصداء هذه الزياره وهذه المشاركه الهامه في هذا التوقيت الدقيق اذا جاز التعبير، ما اهم نقطه تطرق اليها الزعيمان في المؤتمر الصحفي اليوم؟ لاحظت انها حظيت اهتمام اكثر من غيرها من قبل الاوساط سواء السياسيه او الاعلاميه الالمانيه. طبعا وسائل الاعلام في المانيا مهتمه جدا بزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا احب ان اشيد برد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث اليه صحفي الماني وتحدث حول حقوق الانسان، وكان رد الرئيس السيسي يمكنك ان تاتي مصر وان تزور مصر وان ترى على ارض الواقع. يعني هذه الاجابه، نحن لدينا حياه كريمه، ايضا حياه كريمه هي حقوق انسان، نحن لدينا لجنه للعفو عن السجناء السياسيين او اللي بيطالبوا بيهم طول الوقت، يعني نحن لدينا يعني اشياء كثيره جدا، كان رد في الصميم. وهذه النقطه نراها كثيرا حينما يزور الرئيس في عدد كبير من الدول يتحدثون عن حقوق الانسان، يمكننا ان نعيد نفس الاجابه التي يعني انا فخوره بها جدا، يمكنكم ان تاتوا مصر وان تروا حياه كريمه وتروا انها احد اهم حقوق الانسان ان يعيش الانسان حياه كريمه. مصر بتحارب الارهاب نيابه على العالم اجمع، هذا ايضا من حقوق الانسان. مصر كمان بتهتم بقضايا البيئه وقضايا المناخ في العالم كله، فمصر يعني لدينا قياده حكيمه جدا ولدينا قياده تهتم بها جميع وسائل الاعلام حينما يزور الرئيس السيسي اي دوله. هذا بالطبع الى جانب النقطه التي اشاد بها الجانب الالماني الخاصه باوضاع اللاجئين الذين تستضيفهم مصر. على كل حال شكرا جزيلا لك سيده داليا عبد الرحيم رئيس تحرير موقع وجريده البوابه نيوز.